مثلا يجي على بيتي يصير يدق الباب. الموضوع يعني انه انا ما بكون جاهز استقبل الناس وبتضايق. فهمتوا كيف؟ واي شهر مخبيتوا هذا الموضوع عنكم؟ حقكم الطبيعي والشرعي والقانوني انه ايه تبهدلوني عادي. انا شهر شو مشكلة نارين مع موفلوك؟ أسو عايدت توني وكريس بمناسبة عيد زواجهم التاسع من بعد ما شاركوا فيديو الحفلة والصور على انستغرام. فكتبت أسو Happy anniversary to my favorite couple. ورد عليها توني بي Hope to meet you soon. سيامانت نشر هالصور من حفلة معرفة جنس الجنين اللي أقاموها قبل فترة بمصر وعلق بي رح يضل يوم مميز بالنسبة لإلنا، وهو يقصد أنه اليوم كان مميز رغم المشاكل اللي صارت معهم بعد تنزيل الفيديو على يوتيوب. نزلت أغنية جودي سكيت وبيكي والرابر أدم ميليان على عدة منصات من بينها سبوتيفاي وأرغانمي، حيث صدم هالثنائي الجمهور بعودتهم وطريقة غنائهم، وخاصة بيكي لأول مرة تغني راب، هي أول أغنية بالنسبة لإلها. طبانجا يوضح ويعتذر للجمهور من بعد غيابه عن انستغرام ويوتيوب آخر فترة. حقكم الطبيعي والشرعي والقانوني إنه إيه تبهدلوني عادي. أنا أخي أنا بعترف، أنا أخي بعترف، أنا شخص وقح، أنا عن جد وقح. يعني الناس شو بتبعت لي إنه نسيت أنت، يعني نسيت إنه عندك قناة؟ أم أنا بروح بحس على حالي وبتذكر وبنزل فيديو. أم هلا شو صارت تبعت لي الناس إنه نسيت إنه عندك إنستغرام؟ يعني عن جد الفوق مالي قاطع اليوتيوب، قاطع إنستغرام، قاطع منيح ما بقطع حالي أنا بالنص وبخلص. عزز عرور وياسين يعودان لدبي من بعد ما وثقا مغامرتهم بالمالديف كأول مرة. رغدة خبت عن المتابعين سر لمدة شهر كامل وأعلنت عنه بهالستوريهات. خلاص ما رح أقدر أخبي أكثر من هيك. أنا إلي شهر ساكنة ببيتي الجديد الحمد لله. طلعت من البيت القديم وحاليا أنا موجودة. أسامة مروة فاجأ صديقه زياد أبو شعر ببيته بمناسبة عيد ميلاده. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. هاي لا تستعد لإطلاق فيديو كليب أغنيتها من بعد عودتها ليوتيوب. كانت الأغنية بعنوان هيوش، فانصدم الجمهور من بعد ما عرف أنه الأغنية ما كانت بصوت هيلا بل كانت بشخصية عصام اللي بتجسدها هيلا بمسلسلاتها القصيرة على يوتيوب. أبو الرب حدف ستوريهات كان نزلها على انستغرام، حكى من خلالها عن موضوع معين، ومن بعد إلحاح من الجمهور أنه يعيد الستوريهات صورها من جديد وحكى عن موضوع أزعجه من بعض من متابعينه. طيب كون التصويت كله بيحكي لي أحكي. الموضوع كالآتي، أول شيء الحمد لله محبة الناس نعمة، فبعض الناس من كثر ما بيحبوني بصيروا يجوا عبيتي، مثلا يجي عبيتي يصير يدق الباب أو يصير يجي على مكتبي في الشغل. والموضوع يعني انه انا ما بكون جاهز استقبل الناس وبتضايق. فهمتوا كيف؟ بيأثر على نفسيتي، يعني بيأثر على نفسيتي لانه ما بكون زي ما انا بدي معهم، فممكن يصير يفكروني متكبر او شيء، فانا ما بحب زي هيك. يعني خلاص انا مو مجبر اشوف كثير ناس في هاي الاماكن، فبس هذا هو الموضوع. وبعدين لغيت ستوريات قلت لا هسه بصير الناس يفكروني انه انا بتشكون ومش عارف. احكوا لي رايكم انتوا. انت لو في بيتك بتحب تضل الناس تيجي عندك بس؟ نور استعزوا بإجابتها على أسئلة متابعينها على انستغرام. شاركت عدد مشاهدات ستوريهاتها واللي بلغ أكثر من 1,000,000 مشاهدة. أنس وأصالة يكشفان عن مفاجآت كثيرة وكبيرة جاية بالطريق قريبا، من بينها أغنية أصالة الإنجليزية واللي رح تنزل على قناتهم الخاصة بالإنجليزية، ومفاجأة لابنهم نوا، ومفاجآت أخرى أكبر بكثير. فشو هي توقعاتكم لمفاجآت أنس وأصالة؟ اكتبوها بالتعليقات. شيرو وأنس وبيسان صدموا الجمهور امبارحة بفيديوهين تعاونيين مع بعض، حيث ما توقع الجمهور أنه حيصوروا مع بعض. والجدير بالذكر أنه شيرو أجاب على عدة من الأسئلة اللي طرحها عليه أنس، واللي كان أغلبها عن مشاكل السوشيال ميديا
من بينها مشكلة نارين ومو وسببها، ومشكلة نارين وبيسان وحقيقة انفصال أم شيرو عن أبوه، حيث رفض شيرو الرد على هذا السؤال لأنه شيء خاص بالعائلة. وأيضا حكى أنه ما في بينهم وبين خالو سيامان أي مشاكل، ورفضوا يكون في شغل بينهم كعائلة تجنبا للمشاكل. ولكن عدد كبير من الجمهور انزعج من هاي الأسئلة، وعلق عن إمكانية أنه شيرو انزعج خلال التصوير لهذا الفيديو. فشو رأيكم أنتو؟ اكتبونا رأيكم بخانة التعليقات.